بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل اليوم إن شاء الله المحاضرة الثانية ونلخص المحاضرة الأولى في أن وظيفة المحاسب أو وظيفة مهنة المحاسبة هي توفير معلومات عن الشركة. هذه المعلومات لكي يتم توفيرها لأطراف أخرى باستخدامها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشركة لابد من وضع هذه المعلومات في مجموعة من القوائم، القائمة هي ببساطة شديدة جدول. هذه المجموعة من القوائم يطلق عليها التقارير أو القوائم المالية. إذن دور المحاسب في أي شركة في الحياة العملية إنه بيعد مجموعة من القوائم أو الجداول في نهاية كل فترة بهدف عرض معلومات عن الشركة. محاضرة اليوم إن شاء الله يا شباب عاوزين نعرف ما هي أنواع القوائم المالية، وكل قائمة من هذه القوائم إيه المعلومات اللي هتضرب جواها، يعني عناصرها ايه. تقريبا محاضرة اليوم من ربنا احيانا اخر محاضرة في النظري ابتداء من محاضرة رقم 3 او اللقاء رقم 3 الى اللقاء رقم 12 سيكون أغلبه في صورة تمارين، يعني أرقام فهمك لمحاضرة اليوم هو اللي هيساعدك إنك تفهم المحاضرات المتبقية من رقم 3 إلى رقم 12، وبناء عليه ركز معي اليوم لما اقول لك في شيء مش عاوزك تحفظه، انا عاوزك تفهمه. يبقى انا هدفي ان انا اساعدك في انك تفهم وتتمكن من باقي المحاضرات في المقرر ان شاء الله. وقبل بس ما ابدا محاضره اليوم اذكر كمان مره، تستطيع الاعتماد في مذاكرتك على الملف المرفوع على موقع العمادة اللي انا سايب لك جواه، او الملف بيحكي عن جميع اللقاءات الحية اللي انا هقولها معاك ان شاء الله، عشان السؤال ده بيتسأل كتير على المنتدى بتاع المناقشة. نبدأ بقى محاضرة اليوم ان شاء الله. أي شركة يا شباب، أي شركة تعمل في المملكة سواء كانت شركة منشأة فردية أي يمتلكها شخص واحد، أو شركة مساهمة، أو شركة تضامن، وفقا لنظام الشركات السعودي لابد أن تعد في نهاية كل سنة
اربع قوائم ماليه. كل قائمه من هذه القوائم بتلبي، يعني توفر معلومات معينه عن الشركه، والا ما كانوش يبقوا اربع قوائم، كانت ممكن قائمه واحده تكفي بالنسبه لنا. القائمه الاولى بنسميها قائمه الدخل، القائمه الثانيه قائمه المركز المالي، الثالثه قائمه التدفقات النقديه، الرابعه قائمه التغير في حقوق الملكيه. خلي بالك محاضره اليوم انا بعمل معاك ايه بالظبط في محاضره في لقاء اليوم بالكامل بالظبط. بتخيل انك بتدخل جامعه الامام لاول مره، فبقول لك والله جامعه الامام مكونه مثلا من اربع كليات، اقتصاد وعلوم اداريه، شريعه، كليه العلوم، كليه الهندسه. وبعدين نبتدي نخش داخل كل كليه، طب ايه الاقسام اللي جواها؟ ودخل كل قسم، ايه البرامج اللي انت ممكن تدرسها؟ ده اللي هعمله معاك اليوم. فمثلا لو حد سالك قائمه الدخل لشركه زي شركه الاتصالات السعوديه او شركه موبايل او شركه المراعي، بتوفر ايه عن شركه المراعي؟ تقول له هي قائمه بتعد في نهايه السنه او الفتره الماليه بهدف قياس، يعني حساب نتيجه عمليات الشركه. يعني ايه نتيجه عمليات الشركه؟ شركه زي العصيم بتشتري وبتبيع، بتشتري وبتبيع، بتشتري وبتبيع، طب في نهايه السنه هي كسبت ولا خسرت؟ القائمه اللي توفر لك معلومه عن مقدار ربح او خساره الشركه عن العام الماضي او عن الشهر الماضي او عن ربع السنه الماضيه، هذه القائمه يطلق عليها قائمه الدخل. واحيانا بعض الكتب بتاع المحاسبه يقول لك قائمه الدخل هدفها تقييم الاداء المالي للشركه. يعني ايه الاداء المالي؟ بتحسب مقدار الربح او الخساره. طيب القائمه الثانيه بتسمى قائمه المركز المالي، او احيانا يطلق عليها الميزانيه. طيب قائمه الدخل بتوضح لي مقدار ربح او خساره الشركه. طب قائمه المركز المالي دي بتوضح حاجه ثانيه، بتعرفني المركز المالي بتاع الشركه وليس الاداء المالي. طب ايه الفرق بين الاداء المالي والمركز المالي؟ الاداء المالي تقول لي الشركه بتاعتك هي كسبانه ولا خسرانه، ده الاداء المالي. طب المركز المالي تقول لي ايه هي ممتلكات الشركه، ممتلكاتها ايه، هي الديون اللي عليها. يعني المركز المالي بيعرفني قيمه ممتلكات الشركه. شركه مثلا زي شركه الاتصالات السعوديه عندها عقارات وعندها مباني وعندها ارصده في البنوك، اجمالي بقى القصه دي كلها كام؟ يعني اجمالي ممتلكاتها كام؟ وعليها اموال للبنوك، عليها اموال للموردين بتوع السلع بتاعتها والخدمات. طب قيمه الديون اللي عليها كام؟ القائمه اللي توفر لك معلومات عن مقدار ممتلكات الشركه وانواعها، مقدار الديون اللي على الشركه وانواعها، يطلق عليها قائمه المركز المالي. طب قائمه التدفقات النقديه
بتجاوب على سؤال ثالث خالص ملوش علاقه. ايه هو مقدار النقديه الريالات اللي داخل الشركه ومقدار النقديه اللي خارجه من الشركه؟ طب قائمة التغير في حقوق الملكية بتجاوب لي على شيء بعيد خالص بقى عن السابقين. ايه هو؟ قائمة التغير في حقوق الملكية بتعرفني رأس مال الشركة أول السنة كان كام؟ وإيه التغيرات اللي حدثت عليه؟ يعني هو زاد ولا نقص؟ سؤال بيدور في ذهن حضراتكم واللي سألت برضو عليه على المنتدى. انت بتسأل بطريقة ما انت بتشرح في المحاضرة؟ نعم. يعني اللي انا قلته الى الان بقولك في عندي اربع قوائم مالية: قائمة الدخل، قائمة مركز مالي، قائمة رفقات نقدية، قائمة تغيرات في حقوق ملكية. طب انا هسال في تعريفهم ازاي؟ مش هقول لك عرف قائمه الدخل، مش هقول لك عرف قائمه المركز المالي. طب انا هسال ازاي؟ هقول لك مثلا القائمه التي توفر معلومات عن الاداء المالي للشركه هي، وراح معطي لك اربع اختيارات. يبقى انت تبحث عن الاختيار اللي فيه قيمة قائمة الدخل. إنما لو أنا قلت لك مثلا القائمة اللي توفر معلومات عن التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، أعطي لك أربع اختيارات تختار الإجابة اللي فيها كلمة قائمة التدفقات النقدية. وبالتالي وأنت بتذاكر في حاجات هقول لك عاوزك تحفظها. وفي أشياء ثانية اقول لك لا افهمها. يبقى قائمة الدخل بتوفر معلومات على الاداء المالي، قائمة المركز المالي بتوفر معلومات على المركز المالي، الترفقات النقدية بتوفر معلومات عن الاموال النقدية اللي داخلة واللي خارجة من الشركة، قائمة التغير في حقوق الملكية بتوفر معلومات عن رأس مال الشركة والتغيرات يعني زاد ونقص اللي حدثت عليه خلال السنة الماضية. طب احنا هدفنا ايه في المقرر ده؟ الهدف ايه؟ الهدف ان احنا نعلمك في المقرر ده كيفية اعداد قائمة دخل ومركز مالي والتغير في حقوق الملكية لأي شركة. يعني الهدف المقرر ان احنا نعلم الطالب ازاي يعد القائمة المالية بتاع الشركة. طيب تعالوا بقى نخش في قائمة قائمة. يعني انت بتقول لي والله القوائم بتاع اي شركة في المملكة القوائم المالية اربعة. طب قول لي قائمة المركز المالي بنضع جواها ايه؟ يعني ايه مكوناتها؟ أقول لك بنضع فيها شيء اسمه الأصول، وشيء ثاني اسمه الخصوم، وشيء ثالث اسمه حقوق الملكية. طب قائمة الدخل بنضع فيها معلومات ثانية خالص، شيء اسمه الإيرادات، شيء اسمه المصروفات، شيء اسمه المكاسب والخسائر، وفي نهاية القائمة إحنا بنحسب صافي الدخل أو صافي الخسارة. طب تعالى نمسك قائمة قائمة. قائمة المركز المالي والله يا دكتور انت قلت لي بضع جواها الاصول. ايه هي الاصول؟ ببساطة شديدة ممتلكات الشركة. الاصول ببساطة شديدة هي ممتلكات الشركة. هتقول لي أمثلتها إيه؟ مثل السيارات بتاعت الشركة، المباني بتاعتها،
الالات اللي تستخدمها الشركه، الاراضي المملوكه لها، الادوات والمهمات اللي هي احيانا يطلق عليها ادوات كتابيه اللي هي مثل مثلا ايه آلة تصوير او آلة طباعه للاوراق بتاع الشركه، الاسقمر اللي هو المسح الضوئي الى خلافه. طب ايه تاني ممكن يكون من ممتلكات الشركه؟ الاساس اللي هو سواء اساس مكتبي اللي هي المكاتب بتاع الشركه، اجهزه التكييف. طب ايه تاني ممكن يكون ممتلكات الشركه؟ النقديه مع الشركه سواء في حسابها في البنك او في الخزنه. هسأل سؤال وحضراتكم تجاوبوني عليه. لو انا قلت لحضرتك الفاتوره اللي في يدي، الجوال اللي في يدي او الجوال اللي في يدك مفوتر، يعني بنظام الفاتوره، بنظام الفاتوره الشهر السابق الفاتوره جالك بيها رساله على الجوال ان الفاتوره في الشهر السابق 100 ريال. ال 100 ريال دول هم ملك شركه الاتصالات السعوديه ام لا؟ عاوز بس اجابه نعم ام لا. في نهايه الشهر جالك رساله على الجوال قيمه الفاتوره بتاع الشهر السابق اللي هي قيمه المكالمات اللي انت استخدمتها 100 ريال. ال 100 ريال هم ملك الشركه سواء بقى موبايل او اتصالات، هم ملك الشركه السعوديه للاتصالات ام لا؟ بس انت لسه ما سددتهمش. اللي بيقول لا بيقول لا على بناء على ايه؟ هتاخدهم منك، هتاخدهم منك ال 100 ريال. انت لسه ما دفعتهمش انما هم ملك الشركه. وبناء عليه الشركه لا تستطيع ان هي تقول ال 100 ريال دولت مقضيه. ليه؟ ما قبضتهمش في ايديها، ما استلمتهمش. فبنسميهم العملاء. يبقى العملاء في المحاسبه غير العملاء في التسويق، في مقر التسويق. تمام؟ العملاء في المحاسبه معناها ايه؟ المبالغ اللي على الزباين او العملاء بتوع الشركه، والعملاء هيسددهم لي في المستقبل. طب ليه ما نقدرش نقول عليهم الان نقديه؟ لان انا ما استلمتش المبلغ في يدي. ال 100 ريال اللي عليا لشركه الاتصالات انا لسه هدفع حملها في المستقبل، هسددهم في المستقبل، وبالتالي يبقى العملاء المبالغ اللي عليهم بتعتبر اصل من اصول الشركه، يعني شيء الشركه بتمتلكه. طب انا هسال ازاي في الاختبار؟ هقول لك العملاء يعتبروا من ضمن، واعطيه اختيارات، يبقى تقول لي من ضمن اصول الشركه. وخلي بالك انا مركز معاك في المصطلح الغريب بالنسبه لك، الغير مألوف. انما لما اقول لك المباني هتقول لي ده اصل، شيء ملك الشركه. الالات اصل. طب هل ممكن نسميها ممتلكات؟ لا. لازم وانت بتعد قائمه المركز المالي الاشياء اللي ملك الشركه اللي هي العناصر او الاصناف او الانواع او المفردات او البنود اللي ملك الشركه، زي الالات، زي الاساس، زي السيارات، يطلق عليها الاصول. يبقى وانت بتذاكر تقول والله الاصول هي ممتلكات الشركه،
وانواعها مثل الاراضي، مثل المباني، مثل السيارات، مثل الالات، مثل المقضيه اللي عند الشركه الى كلام. طيب ايه تاني بيوضع في قائمه المركز المالي؟ قال لك والله الاصول دي اللي لدى الشركه هي انواع. في عندي اصول قصيره الاجل واصول طويله الاجل واصول غير ملموسه. وركز معايا لان الثلاث انواع لازم تكون عارف ايه الفروق بينهم. لو انا قلت لك عبد اللطيف جميل، ده بيتاجر في السيارات صح؟ كلنا عارفين الموضوع ده. يبقى هو بيشتري السياره وبيرجع يبيعها في فتره قصيره لا تتعدى سنه. يبقى السيارات دي هي ملك الشركه وتسمى اصل وتصنف اصول قصيره الاجل. ليه؟ الشركه تقتنيها بغرض بيعها في الاجل القصير بسرعه. كلمه بسرعه دي بنقول عليها في المحاسبه خلال سنه ماليه، يعني خلال 12 شهر. فبنعرف في المحاسبه الاصول قصيره الاجل هي النقديه، الاموال السائله في الخزنه بتاعت الشركه او في خزنه البنك. طب زي ايه كمان؟ مخزون البضاعه، زي مخزون السيارات عند عبد اللطيف جميل، زي مخزون العصائر عند بند. دي بنقول عليها اصول قصيره في الاجل. طب الاصول طويله في الاجل، شيء الشركه تقتني للاحتفاظ به. يعني ايه؟ اقول لك شركه اشترت مبنى لاستغلاله او استخدامه كمقر اداري لها. يبقى هي اشترت المبنى عشان تمارس فيه نشاطها. فبنقول على المبنى في الحاله دي اصل من اصول الشركه، ولكن يصنف ان هو اصل طويل الاجل. يبقى لما نرجع مثلا لمثال عبد اللطيف جميل، اقول لك السيارات اللي بيتاجر فيها ده اصل قصير الاجل، ولكن المعارض اللي بيعرض فيها السيارات للبيع اللي هي المبنى يبقى ده اصل طويل الاجل بالنسبه له. طب ايه تاني اصول طويله اجل؟ الاراضي، المباني، الالات، السيارات، الاساس الى خلافه. طب ايه النوع الثالث من الاصول اللي انت بتقولي عليه اصول غير ملموسه؟ اصول غير الملموسه، لما اقول لك الفقيه اول شيء في ذهنك ده ايه في المملكه؟ من غير ما اقول محلات. لما اقول لك الفقير، لما اقول لك ليبتون، اول شيء يجي في ذهنك ايه؟ ان هو الشاه صح؟ لما اقول لك تويوتا تقول لي دي سيارات. لما اقول لك هيلتون تقول لي مجموعة أبراج فندقية. أنت عرفت منين؟ من الاسم التجاري بتاع الشركة اللي هو أحد الشباب الله يفتح عليه قال لي العلامة التجارية. الاسم التجاري بتاع الشركة ده أو اسم الماركة
هو شيء ملك الشركة. يعني أنا ما أقدرش حتى لو أنا سعودي أفتح محل وأسميه عسير، ما أقدرش أفتح محل وأسميه بندر، ما أقدرش أفتح محل وأسميه موبايلي أو شركة. لكل هذه الأشياء هي علامات تجارية أو اسم تجاري ملك شركة. ولكن لما أجي أقول لك هي فين العلامة التجارية، أنت توصفها، أنت توصف تقول العلامة التجارية بتاعت تويوتا بالشكل الفلاني، ولكن ما تقدرش تمسكها بيدك، فعشان كده سميناها أصول غير ملموسة. يبقى أصول غير ملموسة هي شيء ملك الشركة، ولكن لا نستطيع إن احنا نمسكه بيدنا، حاجة غير مادية. زي إيه؟ شهرة محل اللي هو الاسم التجاري، العلامة التجارية، حقوق النشر اللي هي حقوق تأليف الكتب، براءة الاختراع. لو شركة اخترعت مثلا دواء لعلاج مرض معين، الشيء ده ملكها ولكن يعتبر اصل غير ملموس. والعلامات التجارية، طب انا هسأل في القصة دي ازاي؟ اجي اقول لك الاصول التي من المتوقع تحويلها الى مادية خلال سنة مالية تعتبر، فالمفروض تختار اجابة الاصول قصيرة الاجل. او اجي اقول لك مثلا الالات بتعتبر من ضمن، فالمفروض تختار الاصول طويلة الاجل. العلامات التجارية من ضمن، المفروض تختار الاصول غير الملموسة. طيب لما نلخص الشريحتين السابقتين تقول لي يعني الاصول هي ممتلكات الشركة، ولكن لابد ان احنا نكون عارفين ان احنا نقسمها الى اصول قصيرة الاجل وطويلة الاجل واصول غير ملموسة. طيب ايه تاني موضوعك في الميزانية؟ يعني الجدول اللي اسمه قائمة المركز المالي او الميزانية بيوضع في ايه تاني غير الاصول؟ قال لك الخصوم، مع ان الاسم ده انا ما حبيش استخدمه يعني، او الاسم البديل لها كلمة الالتزامات. ايه الاصول او الالتزامات؟ المبالغ اللي بتمثل ديون على الشركة للغير. يعني ايه ديون على الشركة للغير؟ شركة ما دفعتش الضرائب، يبقى قيمة الضرائب المستحقة عليها ده دين هيتسدد في المستقبل، يطلق عليه الالتزامات. شركة ما سددتش مرتبات الموظفين عن الشهر السابق، يطلق على مرتبات الموظفين الالتزامات. شركة واخدة قرض من بنك لم يسدد بعد، يبقى القرض ده يطلق عليه التزامات. يبقى الأصول هو الشيء اللي ملك الشركة، أو الالتزامات هي الديون اللي على الشركة الغير. بس الديون دي زي ما الأصول أنواع أو أصناف، بتبقى برضو الالتزامات أنواع أو أصناف، ونفس القصة زي ما أنت بتقسم الأصول أصول قصيرة الأجل وطويلة الأجل، بنقسم الالتزامات او الديون اللي على الشركة التزامات قصيرة الاجل وطويلة الاجل. طب بنميز ما بينهم ازاي؟ زي الاصول بالظبط. اذا كان الدين اللي على الشركة ده يستحق السداد خلال سنة يبقى قصير الاجل. اذا كان الدين اللي على الشركة يستحق السداد لمدة أكثر من سنة ولو بيوم واحد يعتبر طويل
الأجل. إذن الالتزامات قصيرة الأجل الديون اللي على الشركة اللي هتسددها خلال سنة مالية. طب طولة الأجل الالتزامات أو الديون اللي على الشركة اللي هتسددها في مدة تتجاوز السنة اللي هم 12 شهر ولو بيوم واحد. طيب ايه بيوضع تاني في قائمة المركز المالي؟ اخر شيء بنضع في قائمة المركز المالي شيء اسمه حقوق الملكية. ما الشركة دي اكيد ملك حد. العنصر الثالث والاخير اللي بيوضع في قائمة المركز المالي هي حقوق الملاك اللي هم حقوق اصحاب الشركة. طيب حقوق اصحاب الشركة احنا بنحسبها ازاي؟ بنجيبها منين؟ هي محصلة اربع عناصر: استثمارات الملاك اللي هو المبلغ الاولي او المبدئي اللي هم اسسوا بيه الشركة. فلو انا مثلا مؤسس شركة اليوم مثلا بمئة الف ريال يبقى ده رأس مالي اليوم. فلما اقول لك رأس مالك اليوم كام تقول لي هم مئة الف ريال. طب الشركة اشتغلت لمدة سنة ايراداتها كانت 50 الف ومصروفاتها 30 الف يبقى هي كسبانة 20 الف وكان رأس مال الشركة 100 الف يبقى على نهاية السنة المئة ألف أصبحوا 120 ألف ريال. المئة وعشرين ألف ريال دولت يطلق عليهم لفظ حقوق الملكية. طب لو أصحاب الشركة سحبوا منهم جزء بنقول عليهم مسحوبات شخصية. خلي بالك أنا هقرر المرة الثانية، أنا بقول الآن مصطلحات لن يتم الرجوع إليها في المحاضرات القادمة. أنا هحل تمارين عليها. يعني إحنا قاعدين الآن نوصف لبعض قائمة المركز المالي اللي يدرج بداخلها. الجدول بتاع قائمة المركز المالي ده لما أعده أحط إيه جواه؟ فتقول لي أسجل جواه أصول الشركة اللي هي ممتلكاتها، أسجل جواه الالتزامات اللي على الشركة، وأسجل جواه آخر عنصر اللي هو حقوق الملكية أو رأس المال. كلا كلمتين ممكن تستخدمهم ككلمات مترادفة. طيب عشان كده قلت لك بقى قائمة المركز المالي في أول لقاء هي بتقيس أو بتعرفني. قائمة المركز المالي بتقيس أو بتعرفني المركز المالي للشركة. يعني إيه بقى المركز المالي؟ قائمة بنعدها تعرفني إيه هي ممتلكات الشركة، إيه هي الديون اللي عليها اللي هي الالتزامات، وأصحاب الشركة لهم إيه في الشركة، يعني رأس مالهم قد إيه في الشركة اللي هي حقوق الملكية. طيب لما ننقل للقائمة الثانية اللي هي قائمة الدخل. قائمة الدخل قلت لك في بداية اللقاء هدفها انها توضح لي مقدار ارباح او خسائر الشركة. خلي بالك الشرحتين التاليتين انا هلخصهم لك، عاوزك تذاكرهم زي ما انا هلخصهم بالظبط. طب قائمة الدخل عشان تعرفني صافي ارباح الشركة او صافي خسائر الشركة قد ايه، بتعرفها لي ازاي؟
فبنسجل في قائمة الدخل عنصرين اثنين ما فيش غيرهم. العنصر الأول يطلق عليه الإيرادات، والعنصر الثاني يطلق عليه المصروفات. بس عاوزة تكمل بقى، العنصر الأول يطلق عليه إيرادات الشركة، العنصر الثاني يطلق عليه مصروفات الشركة. لما اجي اقول لحضرتك شركة زي العصيب مأجرة معارض في اماكن كثيرة، يبقى الايجار اللي شركة العصيب هتدفعه للمالك هيبقى مصروف بالنسبة لها ولا ايراد؟ بالنسبه لشركة العصيم هيبقى مصروف. الموظفين اللي بيشتغلوا في شركة العصيم الشركة هتدفع لهم رواتب كل شهر، يبقى الرواتب دي بالنسبة للشركة مصروف. الكهرباء والمياه اللي الشركة هتستهلكهم كل شهر هتثبت ثمنهم، يبقى ده مصروف بالنسبة للشركة. يبقى لو قلت لك المصروف معناه ايه؟ مبلغ الشركة بتدفعه نتيجة الحصول على خدمات معينة. يعني انا جالس في السكن مأجر شقة، الايجار اللي بدفعه هو مصروف بالنسبة لي. ليه؟ صاحب الملك عامل لي خدمة، الخدمة هي ايه؟ ان انا بجلس في الشقه. طب الايرادات، المبالغ اللي الشركه هتحصلها نتيجه بيع بضاعه او تقديم خدمه للغير. حاجه الاخرانيه، يعني ايه تقديم خدمه للغير؟ اقول لك اذا انا كنت فاتح مكتب محامي وفي شخص جالي اترفع له في قضية، امثله امام القضاء في قضية، فقلت له اتعادي 12000 ريال، يبقى ال 12000 ريال دولت انا هاخدهم منه في مقابل ان انا هادي له خدمة. فبقول انا هاخد اتعاد القضية. لا قدر الله لما تخش مستوصف وانت مريض، فانت بتقول ايه؟ انا هسدد اتعاب الكشف. اتعاب الكشف بالنسبة للطبيب او المستوصف ايراد، خلي بالك من اللي جاي. انما لما تخش هايبر باندا او العصيم وتشتري اغراضك في نهاية الاسبوع بتقول انا بسدد ثمن البضاعة. ثمن البضاعة ده بالنسبة لشركة العصيم بنقول برضو عليه ايراد. يبقى الايراد ده تعريفه بيختلف من شركة إلى أخرى على حسب الشركة إيه نشاطها. لو هو نشاط تجاري زي محلات العصيم زي هايبر باندا إلى خلافه، فبتبقى الإيرادات عبارة عن ثمن بيع البضاعة. طب لو أنت فتح شركة خدمية بتأدي خدمة في المملكة زي مثلا مراكز صيانة السيارات، لما انت بتعمل صيانة للسيارة بتقول انا اعطيت له اتعاب الخدمة اللي هي الصيانة. لما بنسجل الايرادات والمصروفات في قائمة الدخل بنقدر نحسب مقدار الربح او الخسارة اللي الشركة محققها. ركز بقى معايا في الجزئية اللي جاية من غير ما تدرس محاسبة. لو انا قلت لك ايرادات الشركة 1000 ريال ومصروفاتها 700 ريال، الشركة دي كسبانة ولا خسرانة؟ ايراداتها 1000 ريال
ومصروفاتها 700 ريال كسبانه صح كده؟ كسبانه. يبقى ال 300 ريال دولت بقول عليهم صافي الربح. طب انا هسالك ازاي في الجزئيه البسيطه دي؟ هو مين كان اكبر؟ ال 1000 ريال اكبر من ال 700 ولا العكس؟ ال 1000 ريال اكبر من ال 700، يعني ايرادات الشركه تزيد عن مصروفاتها صح؟ فمثلا ممكن اسالك صح وخطا، اقول لك اذا كانت ايرادات الشركه تزيد عن مصروفاتها يبقى في هذه الحاله الشركه محققه ربح ولا خساره؟ تقول لي محققه ربح. خلاص؟ انا عايز اقول لك في صح وخطا نقط في اختيار متعدد، معلش في اختيار متعدد نقط هو مقدار الزياده في ايرادات الشركه عن مصروفاتها، واعطيه اختيارات تقول ده صافي الربح. خلي بالك الخساره العكس، فانت تحفظ واحده من الاثنين، يا اما تحفظ ان مقدار زياده الايرادات عن المصروفات يسمى صافي ربح، وتقول صافي الخساره العكس. ليه؟ بيبقى دايما الطالب وهو بيدرس مبادئ محاسبه في البدايه بيبقى في اشياء هتبقى عكس بعضها كتير، فالمفروض اعكس شيء، احفظ شيء واقول الثاني عكسه. يبقى لو قلت صافي الخساره تقول لي هو مقدار نقص الايرادات عن المصروفات. خلاص؟ يبقى انا بقى لو جيت في الاختبار قلت لك الايرادات تدرج يعني تثبت بقائمه، هتكتب قائمه ايه؟ الدخل ولا المركز المالي ولا حقوق ملكيه؟ الدخل ما يفتح عليكم. طيب القروض اللي على الشركه، القروض اللي على الشركه يعني شركه واخده قرض من البنك، اقول لك كده في السؤال قيمه القرض ده تدرج في الخصوم ولا الاصول؟ الخصوم او الالتزامات؟ الله يفتح عليك. طيب لما اقول لك مصروف رواتب الموظفين ده يدرك في قائمة الدخل ولا قائمة المركز المالي؟ مصروف رواتب الموظفين يدرك في قائمة الدخل ولا قائمة المركز المالي؟ في الجزئية دي أنا عاوزك تذاكر كده، أنا مش هقول لك سمع، مش هقول لك اذكر، مش هقول لك عرف. انا هيبقى اختباري بيقيس المعلومه وصلت لك ولا لا، مش انت حافظها ولا مش حافظها. خلاص؟ ونتقابل ان شاء الله بقى في المحاضره القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشرايح يا شباب على الموقع، والله الشرايح يا رضا على الموقع على المنتدى الخاص بالمقرر منتدى المناقشه ده موجود والله، يا دليل والله موجود، انا بحلف بالله، وموجوده في منتدى المناقشه وموجوده في منتدى المقرر ومع ماجد وللمنهج كله.
رواتب الموظفين ده مصروف يبقى في قائمة الدخل. اه تطبعها وتبقى معاكي افضل وانت جالسه بتسمعيني. السلام عليكم.